العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان موقف المسلم من هجمات باريس، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى يوم السبت 2 من شهر صفر عام 37 هجرية في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. إخواني، إنه من المعلوم أن الإسلام دين رحمة ودين نظام، ليس الإسلام دين فوضى. جاء الإسلام لنشر العدل والرحمة بين العباد، ولإنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، ومن العذاب إلى الرحمة والرأفة. فلهذا قد وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه، فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأنا الرحمة المهداة. فالإسلام دين رحمة ودين رأفة، جاء لإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن الفوضى والفساد إلى العدل والصلاح. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما إلى ماذا يدعوكم، فقال: يدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإقامة الصلاة والصلة والعفاف. ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذه الأخلاق السامية وعلى الرحمة والرأفة، فكانوا رسلا للعالمين، وكانوا سببا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وسببا لهداية الناس للدخول في دين الإسلام. فحببوا الناس إلى الإسلام بالأخلاق والرحمة، فدخل الناس في دين الله أفواجا. كان هناك شاب يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا اليهودي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فدعاه إلى الإسلام. فنظر ذاك الشاب إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. أيها الإخوة، مقصودي من هذه الكلمة بيان ما حصل في فرنسا من التفجير الذي حصل وتبناه
داعش، وهذا وراه ما وراه من الفساد والخراب، فإن في ذلك أولا في هذه الاغتيالات الانتحار، وهذه العمليات الانتحارية على مسماها انتحار وليس في سبيل الله، وأصحابه مستحقون للعذاب كما قال العلماء، فهي ليست من الإسلام بشيء، وأفعالهم لا تمثل الإسلام، والإسلام بريء من أفعال هؤلاء الذين شوهوا الإسلام ويزعمون أنهم يجاهدون، فالإسلام بريء من أفعالهم، وقد بين العلماء شر فعلهم من يقومون بهذه العمليات الانتحارية، فإنهم يجلبون الضرر على الإسلام. فأولا فيه تشويه للإسلام، والإسلام بريء من هذه الأفعال، الإسلام لا يخون ولا يغدر ويحفظ العهود ويحفظ الجوار، وكل هذه آداب شرعية دعا إليها الإسلام، ولا ينقض العهود حتى مع الكفار، والذين هم على عهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون مطلق، الأمانات والعهود مع المسلمين ومع الكفار. ثم ثانيا هذا لا يجلب للإسلام والمسلمين إلا الشر، فإنه يحصل من جراء ذلك ضرر للمسلمين هناك، ويحصل أيضا فيه نفرة من الإسلام، وهذا مقصد من المقاصد التي يقوم بها هؤلاء الذين يقومون بهذه التفجيرات، فإن وراء هؤلاء داعش وغيرهم من أصحاب الرايات اللي يسمونها جهاد وراءها الاستخبارات العالمية، وعلى رأسهم إيران وسوريا، فإن داعش نبتة رافضية نصيرية وجدت لقتل أهل السنة والنكاية بأهل السنة، فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا وأن يعرفوا ضلال هؤلاء، ويعرفوا أن الإسلام بريء من أفعال داعش، وأن أفعالهم لا تمت للإسلام بصلة، فالإسلام دين رحمة يدعو إلى الخير وإنقاذ البشرية وهداية العالمين، يدعو لإنقاذ العالم من الظلمات إلى النور، ومن الفساد إلى الصلاح، دين عظيم، دين رحمة ورأفة، ليس دين قتل وفوضى. أفعالهم هذه تدل على قسوة القلوب وانحراف وسعي في النكاية بأهل السنة هناك، فإن الإسلام قد انتشر في فرنسا، وأقبل المسلمون وأقبل الناس في فرنسا على الدخول في دين الله أفواجا رجالا ونساء، بل أقبلوا على السنة والتمسك بما كان عليه السلف، فربما غاض هذا الرافضة فيريدون تشويه الإسلام وتنفير الناس عن الإسلام والسنة،
وربما أيضا وراءهم الاستخبارات اليهودية التي تريد تقليص الإسلام وانتشاره في أوروبا وفي فرنسا. فالمقصود بيان أن الإسلام بريء من هذه الأفعال الشنيعة، وأن الإسلام دين رحمة ودين عدل وليس دين فوضى واغتيالات، وهذه الأفعال الإجرامية يبرأ الإسلام منها ويؤثم أصحابها. ونصيحتي للمسلمين هناك أن يحذروا من هذه الأفعال الشنيعة ويتبرأوا منها ويبينوا موقفهم عبر الوسائل الإعلامية أن المسلمين هناك بريئون من هذه الأفعال وأنها لا تمت بالإسلام بصلة. وعلى المسلمين أهل السنة أن يحذروا على أنفسهم وعلى نسائهم خاصة في هذه الأيام حتى لا يأتيهم الضرر على نسائهم مما يفعله السفهاء أو مما يتوقع من نتاج أفعال هؤلاء الخوارج. فهؤلاء الخوارج أذاهم قد بدأ على أهل الإسلام، الفوضى التي تكون في بلاد المسلمين والقتل لا يرقبون ذما ولا عهدا ولا يراعون صغيرا ولا كبيرا في السن، فهم نشأوا على الفوضى العارمة تدعمهم الرافضة وتؤجج من سبيلهم لتشويه أهل السنة ولتنفير الناس من أهل السنة. فالإسلام بريء من هذه الأفعال الشنيعة، ودين الله دين رحمة واضح يأمر بالعدل ويأمر بالصلة، وجاء لإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور ومن الشرك والكفر والإلحاد إلى الإسلام والسنة والفطرة والإيمان بالله وحده، ليسعد العالم وتسعد البشرية بهذا الإسلام وبنظامه العظيم الذي لو طبق أهل الأرض الدين الإسلامي في جميع المجالات لسعدوا ولاطمأنوا. فإن دين الله هو ناسخ للأديان كلها وجاء بكل خير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمقصود أيها الإخوة، هذه رسالة لبيان براءة الإسلام وأهل الإسلام وأهل السنة من أفعال داعش أيا كانوا وفي أي مكان كانوا، فالإسلام بريء منهم ومن أفعالهم. وإن ديننا دين رحمة، دين ألفة يدعو إلى الصلة وكل خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي الناس عموما والمسلمين خصوصا شر هؤلاء الدواعش، وأن يكبت شرهم، وأن يبعد أفعالهم من أن تنسب إلى الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.